حياتي. نعم. أنا بدي أقول لك شغلة. شو؟ إنه أنا اكتشفت إنه أنا ظلمتك بحياتنا الزوجية. والله والله. شو اليوم؟ كيف اكتشفت هالشي بعد 10 سنين زواج؟ عن جد إذا بخبرك بتضحك علي، بس اكتشفت هذا الموضوع من وراء السياسيين اللي عنا بالبلد. أكيد بدي أضحك. شو مخرف اليوم؟ إنه أصحابك وأهلك ما قنعوك قديش مقصرة مع جوزك، اقتنعتي من السياسية؟ أنا كمان ما بطيقهم ولا بوثق فيهم، بس بعلاقتنا الزوجية نفعوا. منيح اللي نفعوا بشي. طب هات لنشوف بشو نفعوا. يعني أنا من وراه هون ايه؟ اكتشفت إنه أنا سارقة كل شي في حقائب وتركت لك بس 2. حرام. 2 بس؟ ايه 2 سيادية. 2 سيادية بس؟ ايه ويا ريت انا تركت لك اياهم، يعني انت مثقبه انه اخذهم وانا مش منتبه انه اخذ بس 2 اللي هن الماليه والداخليه. وهلا عينك فيهم جاي تاخذيهم. انت عندك عدائيه تجاهي؟ لا والله مش هيدا الموضوع، الموضوع بالعكس انه انا انتبهت لهيدا الشيء وبدي صلحه. بدي اترك هول 2 معك واعطيك كل شيء في حقائب صار لي 10 سنين سرقتها، واهم العمل، الاشغال، التربية، الثقافة، الشؤون الاجتماعية تبع الأولاد، الصناعة، الزراعة، الاتصالات، السياحة، خدن كلن حياتي عن جد. سوري سوري وستوري ما شفت مني. لوين؟ نسيت أقول لك، بدي بس حقيبة واحدة كتير مشتقت لها اللي هي الخارجية. باي. خرب الساعة اللي جوزتك فيها. خارجية؟ إن شاء الله ما بترجعي.